أهلا وسهلا ومرحبا مع ضيف اليوم من موسوعة أعلام اليمن، العظماء من الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قبل موته، وقليل من الناس من يعلم أنه يمني المولد. إنه الصحابي الجليل الشهيد الشهير ياسر ابن عامر ابن مالك ابن كنانة ابن قيس ابن الحسين ابن الوبيم ابن ثعلبة. ولد واستشهد قبل الهجرة، لذلك لا نؤرخ له بالهجري. وولادته كانت في منطقة عنس من محافظة ذمار. عاش بمكة المكرمة في القرن السابع الميلادي، ويكنى أبو عمار الكناني المذحجي العنسي من السابقين إلى الإسلام. قدم من اليمن إلى مكة المكرمة مع أخوين له، باحثين عن أخ الرابع لهم مفقود، فعاد أخواه وبقي ياسر في مكة المكرمة، ودخل في حلف أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي، وزوجه أبو حذيفة بأمة له اسمها سمية، فولدت له ابنيه عمارا وعبد الله، فأعتقها أبو حذيفة. ولم يزل ياسر مع زوجته وابنيه مع أبي حذيفة المخزومي إلى أن مات المخزومي. وفي مكة المكرمة تعرف ياسر على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأسلم معه، وأسلمت معه زوجته سمية وابنهم عمار، وجاهروا بإسلامهم في مكة المكرمة يوم كان الناس يخفون، فعذبهم المشركون، وأمعنت في تعذيبهم قبيلة بني مخزوم وقريش، فكانوا يخرجونهم إلى بطحاء مكة إذا حميت الرمضاء ظهرا في أشد الأيام حرا، فيعرون أجسادهم ثم يعذبونهم أشد العذاب. فمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرآهم على ما هم عليه من العذاب، فقال: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى استشهد ياسر من شدة العذاب، وأغلظت زوجته سمية القول لأبي جهل، فطعنها بحربة فماتت، فكان بذلك أول شهيدين في الإسلام. واستشهد ياسر نحو سنة 7 قبل الهجرة، الموافق نحو 615 ميلادية، فطوبى له أول شهيد، وطوبى لها أول شهيدة، وطوبى لعنس وذمار واليمن بهذا العلم الجليل وهؤلاء الأعلام الذين نعتز بهم على مر الزمان. وإلى لقاء جديد غدا مع ضيف أو ضيفة من موسوعة أعلام اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.